دكتور انت رجل اقتصادي، الادويه ممكن تكون مورد كبير جدا للنادي، يعني شاهدنا في مصر النادي الاهلي والزمالك وكده بيعتمدوا اعتماد كبير جدا على العضويه. كان في تجربه يمكن انتخابات 2002 افتكر 2003 العضويه اللي وصلت ارقام كبيره في الصراع كان بين طه للبشير وصلاح ادريس، كان في اموال كبيره جدا اللي يمكن تم بانشاء النادي اللي هسه يمكن كسروا الكاردينال يعني. فإلى أي مدى ممكن يعني تكون في فائدة من العضوية كمورد استثماري في إنه يمكن النادي يعني يكفيه شر الاعتماد على جيوب الأفراد؟ أول حاجة نحن نقول الحمد لله إنه يعني فارقنا حالة الكبت اللي كنا عايشينها في هذا الكاردينال، وإنه هسه يعني البشريات جاية إنه العضوية شباك إن شاء الله حيتفتح والعضوية، لكن أنا شايف بالطريقة لسه زي ما قلت أنت العضوية بخمسة جنيه يعني ما اظن تاثير كبير، لكن اذا اتغننت يعني ونحن اهل الهلال يعني ورجالاته يعني ملء الارض يعني اذا غنناه بطريقه صح عملناه زي ما بيتكلموا الامام في الاعلام انها تكون في بطاقات برونزيه بطاقات ذهبيه يعني نستجلب يعني الاموال للهلال ممكن تكون لها اثر كبير في انها يعني تدعم خزينه النادي يعني ونقدر يعني نجيب شويه من جيوب الافراد دي اللي هي عطلت محركات الهلال كثيرا من يعني تاسيس الهلال من 1930 لحد الليله، والعضويه في خزينه الهلال لها اثر كبير طبعا ده بعد يعني بعد الترويج والتسويق والتلفزه زي ما قلت برضه شفناه لمده حتى التلفزه يعني وقفت من دعم الخزينه يعني فضل لنا ثانيها في الهلال كيف نقدر يعني نجمع جمهور الهلال الكبير ده ونخليه يدعم خزينته، غير كده ما في طريقه يعني اللي نخش في الانديه المحترفه، الانديه المحترفه اذا جعلنا شركات للهلال والمتطوعين ورجال الاعمال الهلال عملوا شركات يعني تقدر تدعم مع العضويه ان شاء الله. حاتم بيقول انتوا يعني كنتم معارضين لفتره الكاردينال والان ذهب الكاردينال، عشان كده اهتمامكم بدا كبير جدا بموضوع العضويه يعني. وطبعا احنا حتى في عهد الكاردينال كنا اهتمامنا بالعضويه، احنا العضويه هدف اساسي عندنا يعني، حتى معارضتنا للكاردينال ما كانت معارضه شخصيه يعني، كان سبب فيها انه هو كان ضد العضويه. لا هو ضد العضويه لانه عارف كنتوا ضده ولا لا نحن بالمناسبة ولا انت ضده اول لا يعني. احنا يا استاذ يوسف معلش الهلال بادب ما بنقدر نصنفه انه هو ضد الكاردينال خالص، في مجموعه كبيره جدا جدا من اعضاء الهلال بادب هم داعمين للكاردينال، فنحن كانت المشكله الحقيقيه اللي بتواجهنا انه انت ليه خايف من العضويه؟ في صراحه في اعضاء عندنا مؤثرين جدا مهويين جدا هم كانوا داعمين للكاردينال، لكن طبعا هو في النهايه ده عضو مستنير يعني حتى لو داعم ليك في اي وقت شاف في اخطاء يمكن يتوقف عنك يعني. فانا اول حاجه النقطه اللي اركز عليها انه ما نقدر نصنف جروب الهلال بادب انه هو ضد مين او هو مع مين، ما الجروب جامع للافراد الحق في انه طبعا الحق كامل في انك انت تصوت لمين، انت تدعم مين، انت تمشي على مين. وصراحه احنا خلافنا مع الكاردينال كان يعني قبل انه ما بسجل ولا بشير المدربين ولا الحاجات دي كلها تفاصيل الميدانيه دي في الميدان دي الناس ما كانوا مركزين عليها، الناس كانوا شايفين بانه في يعني سيطره كامله على الهلال من اشخاص معينين، الهلال ما كان لاصحابه، اصحاب الهلال الحقيقيين كانوا بعيدين، وبدا خلافنا معه في انه شفناه انه هو قفل العضويه وحرم الناس من انه يكونوا متواجدين في النادي الهلال، فده كان سبب الخلاف يعني. فخلافنا معه في العضويه وحيستمر معه في العضويه يعني، وإذا فكر حيجي يوم من الأيام برضه حنحارب العضوية يعني ما عندنا حاجة نحارب غير العضوية دي. نعم دكتور الآن يعني باب العضوية على مشارف إنه يفتح يعني، المطلوب من جمهور الهلال بعد فتح باب العضوية اللي كان مقفول له سنوات وفيه كثير من الغموض يعني. والله أنا إذا أنا كنت مشجع هلالي يعني يجب علي إنه أحمي العضوية حقتي عشان على الأقل أقدر أوصي صوتي، ودي يعني يجب على كل هلال يحارب على مصلحة الهلال وعلى انه يرى الهلال ان شاء الله في الايام الجايه يكون في منصات التتويج، انه اول حاجه شيل عضويتك صوت للرئيس اللي انت دايره
خليه يجي الرئيس اللي انت دايره ده يجي ان شاء الله يعني يحمل لنا احلامنا دي ويقدم الهلال اللي قدام. والايام الجايه لما العضويه تفتح ان شاء الله يكون في اعلام وتنوير لكل هل صحيح لا زال الكاردينال يسيطر على العضويه الى الان؟ يعني الجزء الكبير من عضويه الهلال الموجود حاليا هي تبع عزه الهلال. والله يا اخي انا ما اظن كده، اذا احنا فتحنا العضويه من جديد دي العضويه القديمه اللي كان بيستلمها تنظيم عزه يعني حتى انه ما فاز بها كيف يعني يجي في الانتخابات؟ فاز بها في الانتخابات، فاز بها في الانتخابات دي كلها يعني عضويه مستجلبه يعني في فتره معينه، لكن الى الان هي العضويه المعتمده. والله الا يكون كان في شغل خلف الكواليس انه بعد ما مسك الحكم قدر يعني كون له عضويه، لكن ان شاء الله نحن ما نتمنى ذلك. يعني بيقولوا انه العضويه الموجوده الان جزء كبير منها كاردينال. طبعا ما هو كان مسيطر على الوضع يعني، فطبعا اي زول القلم في يده ما بيكتب نفسه شقي يعني، فهو يقال انه الكمبيوتر كان معه في بيته يعني بتاع الوضع يعني، فما تستبعد منه اي حاجه في فتره من الفترات. كان قبل الفوز للامانه هو وصل بانتخابات يعني. لا ما هي عليه انتخابات طبعا يوسف فيها كلام، ويقال انه حتى النصاب لم يكتمل يعني، فحتى ما فاز برقم كبير يعني. حتى الرقم اللي حط الرقم اللي فاز به ما الرقم يعني تقدر تقارنه مع نادي الهلال يعني ومع جمهور الهلال يعني، ما في العضويه الكبيره. لكن نحن انا مخاوفك دي صراحه او هي مخاوفي انا ومخاوفك انت ومخاوفي انا انه هو يكون مسيطر وعنده عضويه، لانه فعلا كان قافل على العضويه. هي انت بيسميها مخاوف اللي هو مع رجل هلالي ورئيس الهلال، ولو جيت انا بالانتخابات وين المشكله يعني؟ والله ما عندنا مشكله، اللي يجي بيجينا بطريقه رسميه وبانتخابات اصلا ما عندنا مشكله، بس يعني يجينا بطريقه عاديه يعني طريقه عديله يعني. ما والله انا غايته بشوفه بعيده، لانه شايف الساعه الان بصاير الهلال كلها اتفتحت يعني، والفتره الست سنوات انا بحب اسميها ست سنوات عجاف يعني، دي خلت الهلال يعني يتمنوا او يعني الفتره الجايه دي يكون في يعني تصويت حقيقي للهلال يعني. اما فتره الكاردينال نتمنى انها ثاني ما تعود لنا يعني، حتى اذا كانوا زي ما قلت انت يعني بيحمل العضويه الكبيره، لانه زي ما قال حاتم كان بيحمل القلم في يده والكمبيوتر عنده. الرجل برضه عنده انجازات وعنده جمهور يعني، زول عمل الجوهره وزول له انجازاته في الهلال يعني. والله انا ما العضويه بس يعني، انا ما في الهلال ما شفت انجازات، شفت انجازات ما قبل الكاردينال شفتها، لكن في عهد الكاردينال ما شفت انجاز. الجوهرة في الحالة السيئة اللي احنا بنعيشها في الاستادات في السودان ممكن تكون هي احسن احسن السيئين يعني، لكن اذا جيت فتشت بتلقى لسه فيها مساوي كثيرة يعني، ما الجوهرة بنفس الاسم بتاع الجوهرة بتاع الهلال السعودي يعني، ما الاستاد يعني القيمة الكبيرة اللي بترفع من الكاردينال. نعم حاتم، تم تكوين لجنة للعضوية وفيها يمكن موازنات لو متفق معي، عدد من التنظيمات يمكن او تقريبا التنظيمات الموجوده عندها اعضاء في لجنه العضويه، كيف بتقرا؟ والله عالم يقال انه المصوف ظلم عدلي مش كده يعني، حتى اذا كانوا مختارين من كل التنظيمات اللجنه فيها من كل التنظيمات افضل من انه يكون ماسكه تنظيم واحد يعني، فاحنا زمان العضويه دي هو ماسك المجلس. هل بتفتكر ده بيمكن اللجنه انه تدير الملفات بشكل يعني؟ طبعا، ولا انه كل تنظيم طبعا ساعي للانتخابات وكذا ممكن تعمل مشاكل يعني؟ لا هو طبعا شاهدنا دائما الوفاق في الهلال في كل اللجان حتى في المجالس ما قاعد يكون موفق صعب يعني. الوفاق صعب في الهلال، لكن صراحه اللجنه اللي اختاروها اللي اختاروها دي انا صراحه شايفها احسن طريقه يعني واحسن حل، لانه فعلا يعني فيها كفاءات وفيها ناس ممتازين وفيها ناس صغه يعني، واحنا ان شاء الله يعني نحييهم ونشكرهم على المجهود الكبير اللي بيقوموا به، وان شاء الله احنا معاهم يعني. فحتى احنا ما عندنا اعداء مع التنظيمات، بس احنا ما دايرين تنظيم ياخذ حق تنظيم اخر، اذا كان من اي تنظيم في عضو موجود في اللجنه ما في مشكله يعني. نعم، يمكن تحياتنا لمولانا الطيب العباسي والمهندس رامي كمال طيب العضويه، ممكن ملفها تحت اداره الطيب العباسي والمقرر المهندس رامي كمال عضو لجنه التطبيع، تحياتنا اليوم، ويمكن تواصلت معهم الطيب العباسي عشان يشارك في الحلقه دي لكن اعتذر، وعدنا بالمشاركه في يعني القريب العاجل ان شاء الله. دكتور، العضويه حتفتح الايام الجايه، والواقع بتاكد انه التنظيمات مستعده بس في انتظار فتح الباب. تنظيمات كثيره في الهلال، رغم صحيح في تنظيمات يمكن يكون وزنها محدود وكذا، لكن في النهايه هي جاهزه للاكتساب بالعضويه المستجلبه. انت تتكلم عن استناره وعضويه رشيده وكذا،
لكن مؤشر لكم موجه انا كبيره جدا من التنظيمات سلاحها واحد. يعني انت لو متفق معي تنظيمات ما عندها سلاح ثاني عشان تصل به لاداره الهلال غير العضويه المستجدة. والله فعلا احنا اول حاجه الاختلاف بتاع التنظيمات ده انا بشوفه بالنسبه للهلال خير كبير، يعني كون يكون عندنا تنظيمات مختلفة. هم مختلفين لكن متفقين في موضوع العضويه المستجدة. متفقين في العضويه المستجدة، لكن احنا يعني من حقنا ان احنا هم من حقهم انه يجيبوا العضويه المستجلبه، لكن هل انت يعني جبت العضويه المستجلبه بتدخل معاه الى صندوق التصويت؟ نحن ننور العضو اللي جاي حتى اذا كان مستجلب. اظن الهلال الان يعني بقوا في حاله بتاعت معرفه كامله يعني بما يحدث، ونتمنى انه اللجنه بتاعت الطبيعه الان اللي بتسير الهلال انها تدخل لنا الهلال في الوضع وضع الطبيعه لينطلق للامام. وزي ما شايف اليمن دي يعني عملوا ملفات كثيره حتى في ملف العضويه شايف في انجازات، وان شاء الله نتمنى انه اللي قدام الاهله تكون مستنيره يعني. نعم حاتم، زي ما قلت التنظيمات متفقه تقريبا كلها قاعد تعمل عضويه مستجلبه. نعم. وفي مصالح ناس وحتى الاعلام جزء يعني بيتفاعل مع الاحداث الكبيره، وفي مصالح مرتبطه بالعضويه المستجلبه لانه بتشهد ظواهر يمكن الناس بيعرفوها. يعني لاي مدى الجمهور الهلال قادر او بامكانه انه يعمل عدويه رشيده يعني يواجه بها التنظيمات؟ هو جمهور الهلال لو تفرغ او يعني خش في الموضوع بتاع العضويه الحره المستنيره تقريبا حيهزم الاستجابة تماما يعني. لكن بس زي ما قلت لك للاسف انه نحن بعيدين يعني من الجمهور الهلالي بعيد شويه عن العضويه الحره الراشده المستنيره. الاستجلاب طبعا زي ما انت قلت هو موجود، وهو طبعا غول يعني لانه في تجار وفي سماسره وفي، فالموضوع ما موضوع بالسهوله احنا نقدر بين يوم وليله ننتهي من الظاهره دي يعني، وظاهره قديمه يعني ما من الليله يعني، فلها اسسه موجوده. لكن طبعا ما بنحاربها الا بالفكر يعني، ما بنحاربها الا بالوعي يعني، ما بنحاربها الا بالوحده، وما بنحاربها الا بالتكاتف، وما بنحاربها الا حتى الاعلام ذاته يكون الاعلام كل الاعلام الهلالي يعني. مشكور استاذ يوسف يعني دائما في الموعد، اتمنى انه حتى الباقي الاعلام انه يركز في الموضوع الخطير جدا ده عشان احنا نقدر نحارب الغول الكبير ده اللي هو الاستجلاب والمصالح الشخصيه البعيده عن الهلال، ونقدر نجيب جمهور الهلال الحقيقي اللي هم زي ما قلت الاستاذ بيقول ملان جمهور، وتجي في الجمعيه العموميه يقول لك فاز ب 1000 صوت و 2000 صوت يعني. فالموضوع صعب وشائك، لكن ان شاء الله غادرين بمزيد من الوعي وبمزيد من التنوير الناس بيقدروا يرفعوا من الفهم بتاع العضويه الحره الراشده المستنيره. نعم دكتور، يعني وعيكم ده للجمهور الهلالي فقط ولا سعيتم انه تجلسوا مع التنظيمات باعتبار انه يعني هي اللي بتبادر للاستجلاب؟ يعني لو تواصلتوا مع التنظيمات باقناعها بانه هي تسعى لاقناع الناخبين الموجودين حتى لو كان العدد قليل يعني، لكن بالبرامج بالطرح الموضوعي وانها تفوز بوسيله اخرى يعني، وده بيسر للتنظيمات مزالة الصرف الكبير يعني، لانه في النهايه هي بتعجز حتى يوم الانتخابات ذاته الناس ذاته ما بيجوا يعني. والله التنظيمات ما دام اساسا هي يعني تجد في راس الحكم بتاع الراسماليه، العضويه المستنيره دي بالنسبه لهم يعني حجر عسره. وحتى يعني نحن سعينا في انه يعني التنظيمات تعمل معنا اساس انه نوعي المجتمع الهلالي بالعضويه المستنيره ونكسب اكبر عدد يعني من جمهور الهلال. حتى في يعني في الجمعيات العموميه لما نتغيم نلقى عدد كبير يعني، نلقى اصوات يعني. والتنظيمات في 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 الهلال ما اظن يعني ترفض انه يكون في عضويه مستنيره، لكن يعني ده يسر لها لو سعوا، لان العضويه بقت في السابق الانتخابات كانت بين الايام المرحوم الطي عبد الله وعبد المجيد وطه كان العدد محدود جدا، لكن كانت جمعيه حقيقيه فعلا، فالاداريين كانوا بيراهنوا على برامجهم وعلى عطائهم وعلى شخصياتهم وكده وبيفوز. انا في يعني في زمن البابا ده زمن كان جميل، لكن طبعا تغيرت حتى المعايير اتغيرت بتاعت الراسماليه، والهلال بقى يعني بالنسبه لهم مطلب يعني. عشان كده العضويه المستجلبه الان هي اللي بتعمل يعني، هي اللي بتدير الهلال العضويه المستجلبه. نحن قدامنا طريق طويل وشائك زي ما قالوا السيارات بادب، وان شاء الله نعمل انه
نقدر ننور الهلال ننور الأهلة بالعبودية المصريين عشان فيما بعد في الأجيال القادمة نقدر نلقى الرئيس هلالي يعني يدير الهلال بطموحاتنا نحن وبأحلامنا. نعم طبعا كلامنا ده ما ضد، أنا ما ضد تنظيمات، تحية لكل التنظيمات الهلالية اللي بصمتها كبيرة جدا في الساحة الهلالية، تحية لتنظيم الأصالة والصدارة وتنظيم الصدارة وتنظيم المستقبل، ودي التنظيمات الكبيرة يمكن اللي بعرفها جمهور الهلال يعني، لكن تنظيمات الفك أنا ما بعرفها والله. حاتم تواصلتوا مع التنظيمات ولا؟ والله احنا طبعا يعني ما يعني لو سعيتوا باقناعهم لانه الموضوع في مصلحتهم هم. وطبعا يا استاذ يوسف احنا اي تدخل مع التنظيمات فيه خطوره كبيره جدا لنا، لانه احنا يعني حربنا ضد الاستقلاب، فاي طبعا التنظيمات اول من تخش لهم طوال حيفكروا انه يستقلبوا، فكانت الحكايه صعبه. نفسكم معرضين للاستقطاب؟ طبعا طبعا، ما هو طبعا ما دي شغلته يعني، ما هو زي ما قال لك الدكتور العضويه الحره الراشده المستنيره هي حاجه العسر في طريقه، هو ذو راس مالي يعني ما بيقدر يقنعك بفكره او بفهمه او ببرنامجه، فبيقنعك بماله، فالمال ده ما بينفع معانا هنا بيجاي، حيكون وين؟ في الاستقلاب. فما التنظيمات دي صراحه يعني احنا انا والله اتمنى يعني زي ما انت قلت التحيه لهم كلهم، اتمنى انه يعني يلجوا للاستاد لاصحاب الهلال الحقيقيين الموجودين، ناس كتار موجودين وعاوزين يعني ينالوا العضوية، رغم انه يا استاذ يوسف انا اديك حاجة، في يعني جمهور هلالي حقيقي لحد قريب ما كانوا عارفين العضوية دي يعملوها كيف او الفهم فيها شنو، فانا من منبرك ده عاوز اقدم تحية لشباب اشتغلوا هنا، كون انا اتحدث عن العضوية يعني فيها يمكن يكون فيها ظلم لناس تانيين هم اجتهدوا اكتر مني واشتغلوا اكتر مننا، تحية لهم كلهم يعني من غير فرز ما أدري نذكر أسامي، لكن تحية للبروف جعفر عثمان وأخونا أحمد نوري تحياتنا لهم، أي أخونا الأسطورة طارق عبد الله وتهامي ومجموعة كبيرة جدا من الشباب البرتاج اجتهدوا جدا في الموضوع ده واشتغلوا كثير في الموضوع ده، فبيحكي لي أخونا جعفر فواحد من الشباب في طبعا عندنا جروب بتاع واتساب، هو الجروب ده لتنسيق العضوية الحرة المستنيرة، فأي زول داير عضوية بيجي يضاف في الجروب وبعد ذاك يوروه كيف الطريقة وكده، فأستاذ جعفر بيحكي لي قال لي إنه في واحد من الأعضاء هو تابع معاه الموضوع بتاع العضوية ومشى ولحد ما وصلوه وجابوا المزكيين ولحد ما استلم خلاص عمل الجراءات بتاعته وفات، فقال لي تاني يوم اتصل عليه قال لي بروف جعفر يا أخي أنا استلمت بطاقتي المطلوب مني شنو تاني، قال لي بعد إحنا خلاص إحنا حدنا انتهى هنا خلاص، احنا مهمتنا اكتملت انك انت بقيت استلمت بطاقتك وبقيت شخص يعني انت سابق نادي الهلال مجنن بطريقه رسميه وانت يحق لك تشارك وتختار، فنحن ما عندنا اكثر من انه نوصلك او نهيئ لك الجو او نديك الادوات اللي انت بتصل لها في انك انت تكون عضو في نادي الهلال، بعد ذاك ثاني اختياراتك وقناعاتك ودي حريتك انت، فالكلام ده انا اقول لك اكد لك انه يعني للاسف والله يعني الناس هلالاب حقيقيين جدا لكن ما كانوا عارفين العضويه تفتح 200 وشروطها شنو والمتطلبات حقتها شنو، فده يعني صراحه العجز الكبير جدا من الاعلام الهلالي انه ما نور الناس دي في انه العضويه دي متطلباتها واهدافها ومميزاتها شنو ذاته، يعني انت كعضو فرق شنو ما بين المشجع العادي وما بين المشجع العضو، فنفتكر اذا كان في المشجع العادي ده نوروه ووروه انك انت كنت تكون عضو وتمتلك عضويه نادي الهلال، انت عندك حق في انك انت تختار مين يمثل اداره نادي الهلال وانك انت تحافظ على مال الهلال وتحافظ على الموروثات نادي الهلال، اذا عرف الاهميه بعد الحاجه دي حيجتهد فيها، لكن للاسف ما كثير جدا ما عارفين يعني شنو عضويه او الفائده شنو من عضويه يعني. نعم طيب انا ذكرت التنظيمات وعذرا فاتني التنظيم الكبير، تنظيم وحده الهلال اللي برأسه الخندقاوي، تنظيم فاحل في الساحه الهلاليه ومع التنظيمات الكبيره يعني. دكتور يعني البعض بيتحدث عن انه دي مثاليه زايده يعني، بيتحدثوا عن وعي وعن ثقافه واستناره وكده، والهلال ده مصدر رزق بالنسبه للناس يعني، وفي اداريين عندهم مقاصد واغراض واضحه جدا جدا يعني، وده طريقهم يعني. فمجرد حديث عن استنارة ووعي والعضو يدفع أمواله من ماله الخاص وكده دي مثالية كده زايدة يعني. والله أول حاجة اسمح لي أنه أنا أحيي الشعب الهلال الشعب المؤمن الصابر اللي بيملأ الدنيا كلها، وحتى إذا فتحت الفراديس لو ملاها جمهور الهلال. وقبل ما أتكلم عن المثالية دي أول حاجة أنا
اتكلم عن ليه نحن ما يكون عندنا وفاق هلال يعني؟ ليه ما يعني الهلة كلها يعتمدوا على رجل واحد ورجالات الهلال كثيرة؟ ليه ما نحط يدنا؟ الوفاق هو بيحسي موضوع العضوية المستجلبة، لكن الوفاق في نادي زي الهلال افتكر انه هو مستحيل يعني. ليه يكون مستحيل يعني في الهلال؟ ليه دائما يعني الدول كلها في حتى فترة الوفاق كانت يمكن أسوأ الفترات المرض على الهلال. غايته نحن في يعني في طموحاتنا واحلامنا يعني نتمنى انه كله هلالي يحمل له عضوية. كله هلال حتى اذا كان زي ما انت شايف انها صعبه ليل وانها هي يعني بتجنح انها تكون مثاليه، ما اظن مثاليه. انت ما دام اساسا بتحب الهلال وبتحب تشوف الهلال في منصات التتويج يعني على الاقل يتقدم خطوه يعني خطوه انك اكسب عضويتك ادفع من جيبك. انت ما قاعد تجيب النهار كله عشان تحضر كوره الهلال، ليه انت ما تدفع عضويتك عشان تجيب الرئيس اللي بيجيب لك اللعيبه اللي بتتمناهم اللي بيقدروا يحققوا طموحاتهم؟ اذا في يعني في زول مستعد انه يدفع للشخص رسوم عضويته ويدفع له هو في جيبه يعني، ما بتفتكر انه ده طريق سهل يعني؟ والله بالتنوير طبعا ده موجوده يعني موجوده انه يدفع، لكن احنا ان شاء الله بالتنوير بنقدر ننور. السياسه طبعا بيقولوا اكلوا توركم ودوا زولكم يعني خليه يعمل لك العضويه لكن ما قلت. حاتم بتتفق معي انه في بعض الاداريين عندهم اهداف خاصه وهم قد ما تكون عندها علاقه بالهلال نفسه يعني، فبيجوا بيعمل عضويه عشان يصل لاداره نادي عشان مصالح خاصه له يعني، وديل موجودين في الساحه نعم. وحتى يمكن فتره الرهان على المقدرات يعني صلاح ادريس تحياتنا له يعني في فتره سابقه هو راهن على العضويه قال انا ما بعمل عضويه، انتوا هلال بيجيبوني كرئيس نادي الهلال، ودي الانتخابات الخسيره يعني لانه راهن على تاريخه وراهن على وعي الناس وكذا. ولو متفق معي انه في دارين ما عندهم الكاريزما وما عندهم الشخصيه وما عندهم المقدرات والمؤهلات ما عنده حل غير انه يعمل عضويه يعني يفوز بها. طبعا وطبعا زي ما ذكرت لك قبل انا انت اذا ما عندك الامكانيه في انك انت تقدم برنامج مقنع لجمهور الهلال ما عليك الا تلجا لانك تستجلب. فالاداري اللي بيجي عشان يلمع نفسه ولا عشان ينظف صحيفته ولا عشان يعمل اسم ده الواقع الموجود. والله انا متفائلين خير ان شاء الله يتغير الوضع ده ان شاء الله وخلاص يعني ده يعتبر تاريخ احنا الاداري اللي بيجي عشان يلمع نفسه وينظف نفسه وينظف صحيفته ما حيسهر مجرد ما يفتح الباب بيسهروا الاداريين يعني خلاص احنا ده زي ما قلت لك عهدي انتهى نحن متفائلين في العهد الجديد ان شاء الله نشوف يعني لكن حاليا التفاؤل وحده لا يكفي يعني نتكلم عن واقع وعن عمل نعم نعم هو الواقع الموجود حاليا اذا نحن طبعا العضويه اشتغلنا فيها شغل كبير جدا يا استاذ يوسف عملنا مجموعه كبيره جدا من العضويات اذا قدرنا اللجنه الشغاله قدرت تنقح العضويه وقدرت يعني تستبعد العضويات المضروبه والعضويات اللي يعني مكوشين عليها ساي وصلنا مرحلة انه والله جمهور الهلال الحقيقي يجي يختار احنا بنقدر ان شاء الله نبعد الطفيليين اللي بيجوا عشان ينظفوا وعشان يعملوا اسم في الهلال وعشان يتلمح في الهلال. فانا ما اعرف لكن ان شاء الله احنا حنوعي يعني حنودع الزمن ده ويرجع الهلال ان شاء الله نشوف يوم من الايام لاعب سابق في نادي الهلال يكون هو رئيس لنادي الهلال. ان شاء الله. دكتور وانت رجل اقتصادي يعني الرأسمالية يعني في اتهام لهم بأنه هم بيحاربوا موارد الأندية عشان النادي يكون محتاج لهم لأنه لولا المال يعني ما عندهم وجود في هذه الأندية. العضوية مورد استثماري خطير وبالتالي هي مستهدفة من قبل الرأسمالية لأنها بتمكن النادي من إدارة نفسه. إذا جمهور الهلال عمل عضوية وأدار نادي وبالتالي بموارد الهلال بالتالي بيتقدم أصحاب الكفاءات لأن النادي يعني بيدار بموارده. شاهدنا في مصر رئيس النادي بيكون معروف منه الخطيب الان هو لاعب سابق لكن لانه نادي الاهلي ما محتاج لانه عنده عضويه وعنده استثمارات ما محتاج لفرد يعني. فمساله الاستثمار في الانديه والراسماليين الموجودين هم بيحاربوا في العضويه المستجلبه. والله في الاستثمار دائما في الانديه بنقول انه الانديه في قوانيننا الموجوده الان ما بتسمح للنادي انه يكون شركه بتاع المساهم. في الانديه المحترفه يعني لما المنظومه بتاعت الاتحاد العام كله الدوري الممتاز يكون يعني انديه محترفه في الوقت ده بنقدر نجيب الشركات انها تساهم وتعمل عمل تجاري في الفرق زي الهلال يعني الهلال مليء بالرجالات نعم. الاعمال يعني نعم يعني طيب انا بستاذنك دكتور معنا عبر الهاتف الاستاذ امجد ود السايح يمكن احد القيادات والمؤسسين لجروب هلال بيادب. مرحبا استاذ امجد.
السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك يا أستاذ. الطاقم الفني في قناة الله، كيف أحوالكم الأستاذ؟ الأستاذ حاتم، الدكتور، الشيخ، إن شاء الله طيبين. مرحبا، نسمع رأيك أستاذ أمجد في موضوع العضوية. طيب أنا دار أتكلم، أنا سمعت كلام إخواننا وهو كلام غطى كل الجوانب، لكن أنا أتكلم عن أثرات وضع الاتحاد العام نفسه. يعني عاد الاختيار لأخونا مولانا الأستاذ يوسف العباسي، طيب العباسي، ما كان موفق على الأرض. أول حاجة لأنه هو قام الاختيار للجان تم كيف؟ تم عبر محافظة، اللجنة ذات عملوا محافظة، دخل ناس من التنظيمات اللجنة بتاعت العضوية. فالكلام ده كلام ما فابلت في الاشباع بتاعت الناس بتاعت تجي تعمل عضوية راجدة. فانت الاستجاب هو شنو؟ الاستجاب ده ما انك انت زول داري جيتك قناعة شعب الهلال. زول جاي من هناك بتربطك بالقناعة بتاعت نادي الهلال. فده ده الاستجاب، ما عندي تعريف غير كده. انت لو مقتنع بانك انت شعب الهلال بيجيبك ما بتستجب، بتساعد في العضوية الراجدة. بتمنى صادق من الله، يعني اتمنى انه الاخوان اللي تم اختيارهم ولو قابل الاحترام والتقدير انه يتحملوا مسؤوليتهم التاريخيه وما ينحازوا للتنظيمات اللي جو منها بخطا كارثي للعباسي. يعني المفروض يشوف لنا ناس عايزين يكونوا موجودين في العضويه. هو اختار ضرب المحافظه. نحن تقول انه الخطا كارثي انه يكون الضمير الحي لاخوان تم اختياره للجهه العضويه هو الانغاز للعضويه المستنيره. طيب العضويه المستنيره في ناس بيتكلم عنها هي 5 جنيه، وال 5 جنيه هنا ضعيفه. يا اخي في ناس عندهم 18 مليون، يعني انت لما تجينا ضربناها ب 250 جنيه 6 سنه زول باب العضويه مقفل تجي ضريبه تقارب 18 مليون. في واحد بيتقارب ب 40 مليون. فيا جماعة بقى شنو؟ بقى شنو؟ الإخوة في التطبيق راعوا للحتة دي وعملوها بخمسة جنيه حددوا لها سقف. يعني لغاية الشهر يباري سقف قدام. يجي المجلس في أول اجتماع له بيحدد القيمة الفعلية. يعني حبيبي عمل اسمه حيطفروا المشاكل اللي ولا. فده ده أنا رؤيتي إنه كان قرار طيب تاخذوا العضوية الراجدة المستنيرة. انه يخلوه 5 جنيه عشان لا تقدر تعالج التراكمات اللي حصلت في الشهور الفاتت. نعم. يعني بنتكلم عن شنو؟ نتكلم عن النظام الاساسي. النظام الاساسي ده لو تم تفعيله بطريقه صحيحه ويتفتح المجال العضويه، يعني نخلي حته انه يجي يحضر بنفسه دي وناس تراقب التقنيه اللي حصلت في العالم كله وفتحوا بعض العضويه لنادي الهلال ووضعت اشتراطات اللي منو بيدخل الجمعية العمومية؟ بيكون واحد منو بيدخل الجمعية العمومية عملوا بها اشتراطات بتحفظ حق الهلال وتبعد عنه المستجيبين وتيسيرها للناس الاعضاء. يعني انت تكون في امريكا ممكن انت يعني تدوس الزر بتاع الكمبيوتر ده او تليفونك بيدك ده وتجدد عضويتك او تكتسب عضويتك او حتى ممكن تنتخب. فالحاجه دي ما صعبه وحتكون مورد كبير جدا لنادي الهلال، مورد كبير جدا لنادي الهلال. فنحن في العضوية في هلالات ادب ما مستعجلين، ما مستعجلين على النتائج. يعني حتلاقينا متوقعين عقبات، متوقعين مشاكل، متوقعين حاجات كثيره جدا. فنحن في المرحله الحاليه لو من نسبتنا كلها قدرنا حققنا يعني 15% انا بعتبره نجاح منقطع مضر. لانك انت يا جماعه العضويه المستجيبه دي ما حاجه جديده ولا جابت تاريخها ولا جابت طرحها، دي تركه الناس توارثتها جيل بعد جيل. فكون انك تغير المنهج ده صح عمليه ما سهله. واتمنى اننا يعني الناس تجتهد ورسالتي لجمهور الهلال انه خليك حريص جدا، ما تخلي زول يسرق اي رقبتك، ما تخلي زول يسرق قناعتك. يعني الناس اللي يجي بيجي يقول لك انا جيت بامر الجماهير وهو جاي بامر عضويه مستجره. نعم. فانا دائما انا ناشد الجماهير انها هي يعني متى ما تفتح باب العضويه وغالبا ان شاء الله انه يكون الجمعه او السبت
انه الناس كلها مثلا قالت انه العضويه فتحت، الناس كلها تسارع للعضويه ده. نعم. وهذه الصاله استاذ امجد يعني ذكرت الصحف انكم رفضتوا دعم كبير من رئيس الهلال هشام الصوباط. لا نحن والله ما نقول رفضنا الدعم من الصوباط، بس لكن شنو احنا دارين الصوباط ما يخلق حكره، يعني بدل انه يصرف على الاجسام حول الهلال يصرف على الهلال نفسه، لانها حكره كبيره. الرساله قالت يا صوباط ما بتشيل الشيء اللي براك، نحن لازم بنشيلها معك. يعني احنا ما خلال هذا العمر واحد يكون عبء على نادي الهلال، ويوم اللي يكون واحد من الضباط في نادي الهلال احنا بنقفله عشان نرفع العبء على نادي الهلال. نحن ما رفضنا من 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 الضباط الحاجه دي، لكن احنا بنقول انه هجمه هو رساله 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 انه يا جماعه الناس تشيل الشيله مع الرئيس. الناس تشيل الشيله مع الرئيس. ونحن جاهزين نحن جاهزين للدعم، مش جاهزين عشان نتلقى الدعم، نحن جاهزين للدعم. نعم. جاهزين ديانا بقولها وانا دي مليانه وواضحين، واول ان شاء الله حنقدم للجبهه العضويه دي، يعني ان شاء الله عندنا مساهمات ما تحسوك ان شاء الله ان شاء الله. شكرا استاذ امجد. الله يبارك فيك، تسلم، الله يبارك فيك. نعم. تعليق على كلام امجد اللي حدث انهم قال هم جاهزين لدعم الهلال ورفضوا دعم يمكن نصف مليار جنيه من رئيس الهلال. تحيه له واللي اكد انه هو يعني على قدر الهلال تماما بزيارته للاهلي وتواصله مع كل الناس يعني بادب الهلال، يعني تحياتنا للرئيس الهلال الجديد. يعني فعلا تحياتنا برضه للهلالات بادب اللي بينبص طريقه يعني متوارثه في مجتمع الهلال، التقارب على جيب الرئيس القادم. وهلالات بادب وانا حضور يعني رفضوا الدعم الجاي من الصوبات اللي هو كان 500 ألف، وبل الدو زي انه نحن في هلالات بادب نحن اللي بندعمك يعني. وده يعني كلام جديد وبيحارب الموروثات القديمه، وكلام يشكر عليه جدا هلالات بادب اللي بأسس لطريقه جديده وفهم ما شاء الله فهم يعني مختلف تماما عن الموروثات السابقه. نعم حاتم، رفضت الدعم يعني دي محاوله من الصوبات بانه حسبيكم جسم قوي عندكم عضويه كده عشان يراهن عليكم في الانتخابات، ولا دايرين توجه رساله لكل الاداريين اللي بيحاولوا؟ طبعا استاذ يوسف سبحان الله يعني فتره من الفترات يعني رئيس نادي الهلال بيصرف زي ما قال امجد على الهلال وعلى الاجسام على ما حول الهلال. نعم. فحتى تكريمه ذاته بيكون في مجموعه تكرمه بقروشه ذاته. يعني اي تكريم بيكون صور وبيدفع. ايوه بيدفع، ودار نكرمك بيجوا عشان يدفع القروش عشان يكرموه. فكان الفهم السائد في انه في الهلال بيصرف هو رئيس نادي الهلال، بيصرف على الهلال، بيصرف على كل الاجسام اللي حول الهلال. وطبعا سيد هشام الصباط له التحيه والتقدير، طبعا بيكون فاهم يعني وشايف الوضع في الهلال كيف يعني. فهو زيارته لنا اول حاجه نشكر عليها شديد جدا، الرجل يعني انا جاي قلت لكم متفائلين بوجوده والله صراحه، لانه لاول مره نحس بانه يعني من فتره طويله يعني ما اول مره لكن من فتره طويله في انه الرئيس يعني يكون مع القواعد ويكون يزور الناس ويقعد مع الشباب ويسمع اراء، احنا في النهايه جمهور يعني ما مغربين يعني. فالفهم كان في انه يعني كدعم لنا احنا الدار بتاعنا، واحنا طبعا عملنا دار جديد وفي شغل وكده، فالفكره كانت انه دعم للجروب. لكن طبعا موقف مشرف من الهلالات بهدف انه لا يعني الشير عليك كبيره، ونحن نتوجه رساله للباقي والله يا ريت. احنا طبعا ما تقول انه ما في رئيس تنظيم يعني معروف انه الانتخابات لما تقرب الناس بتواصلوا مع يا ريت الحاجه دي يعني تكون وصلت، يعني انه انت ما تاخذ من الهلال، انت ادفع للهلال، ما ممكن هو يصرف على الهلال ويصرف عليك يعني، فالحكايه صعبه يعني. نعم. في حكايه الصرف على الهلال ده يعني انا عندي في ليه احنا ما نجيب شركات تصرف على الهلال؟ مثلا الهلال يعني الهلال الجمعيه العموميه حقته بتملك المرافق كبيره وسط المدينه، ممكن تكون هي مركز المدينه في الدرمان. ليه ما يعني في استاد الهلال يعني شركات تبني لنا اربع ابراج بتحمل لنا السقف لاستاد الهلال، وممكن نعلي الاستاد تكون يعني فيها مدرجات للاسر والعوائل، ويكون فيها مسارح، فيها اماكن تجاريه، فيها مواقف سيارات. يعني دي ممكن كانت تدعم الخزينه دعم كبير، وبعد ما يعني نحن
نكبر في العضويه حقتنا، ويكون عندنا ترويج في حتى في التلفزيون في تسويق لكورنا. يعني الهلال بيلعب، الهلال في الاستثمار عنده مشكله، شعاره مفقود يعني، شعار الهلال مسجل باسم شخص. هذه جدا احنا يعني شاهدنا في حتى في الاغار العجوز، يعني يوفنتوس الايطالي، فرق الاسبانيه كثير منها غيرت اللوجو بتاع الشعار، اللوجو كله غيرته. يعني ليه احنا ما نغير؟ يعني نغير شعارنا ونقدر يعني نبدا خطوه جديده، ناخذ حجر اساس قوي حتى يعني الشعار الموجود نخليه له، نغير لوجو الهلال، نغير الشعار ونبني مستقبل جديد. يعني وفي الاستثمار بالذات، يعني حتى عملنا الاربع ابراج على الاركان بتاعت الاستاد، وقفلنا الاستاد من فوق، عملنا مدرجات اضافيه للعوائل والاسر. يعني ممكن تكون دي فيها دخل كبير يعني الهلال. والهلال يعني ما عادم للاموال، رجال الاعمال كثير، وزي ما انت ذكرت يعني الدكتور صابر الخندقاوي دائما بيمد يده خضراء للهلال وبيقول يعني نادوني وان شاء الله انا موجود. تحياتنا له، يمكن هو بشهر الهلال بمعسكر في قطر. يمكن تحياتنا للدكتور صابر شريف الخندقاوي، الهلال المعروف بعطائه الكبير. حاتم، وقع الهلال الان التنظيمات الهلاليه مع فتح الباب، يعني شنو قراءتك لل يعني للمرحله القادمه؟ هل ما متوقع يعني تشاكس وكذا، ولا انه الامور ممكن تكون هادئه شويه يعني؟ طب الامور ممكن تكون صعبه في حاله واحده، احنا حتى الان الموقف بتاع عزه الهلال شويه كده ضبابي، يعني ما ما ما, ما واضح. هل رغم انه الرئيس السابق اشرف الكاردينال قال انه هو ما مترشح، لكن تنظيمه هو صاحب الان، دي معلومه باكد انا، هو صاحب الغلبه في العضويه الموجوده الان. نعم، اذا هو التنظيم خاشي والانتخابات وداخل، حيكون في تكالب كبير جدا جدا. و في تنظيم انا برضه تمكن ما ذكرته، وعارف كده تحييهم اخواننا في فجر الغد الهلالي، برضه تنظيم شغال يعني. تمام، فجر الغد هم بيتكلموا عن الغد يعني، لسه انا بتكلم عن الحاضر. وافتكر في وجود التنظيمات الكبيره، افتكر انه انا الصراحه ينحصر بين التنظيمات الكبيره يعني. نعم، الريال بيعرف التنظيمات الكبيره. نعم، لكن هم شغالين تنظيم فجر الغد بقياده اخونا حسام الكوارثي، نشيطين وشغالين وعملوا كبير كثير جدا من الندوات، وكثير جدا من التجمعات والدورات الرياضيه. فافتكر انه حيكون في تكالب كبير جدا جدا بين التنظيمات. الاصاله والصداره يمكن شويه يكون بعيد عن الصداره، تاثر بغياب الارباب صلاح الدين. طبعا تاثر كبير جدا، ان شاء الله اتمنى عودته ان شاء الله سالم وغانم ويعود ثاني لدياره يعني. لكن طبعا التكالب وارد بعد الاستجلاب، واحنا ان شاء الله كمان جاهزين بمحاربه الاستجلاب وان شاء الله يقدرنا. نعم دكتور، توقعاتك للمشهد الهلالي في الايام القادمه يعني؟ وفي حديث عن برضه مجموعه هشام الصوبات ربما يعني تدخل باب الصراع، محاوله ل يعني العوده بالديمقراطيه. والله نحن هسه اللجنه التطبيعيه الى الان يعني صورتهم ما وضحت لنا، يعني بالصوره اللي تخلينا يخشوا الانتخابات وممكن يعني نديهم منه الدافع انه يفوزوا بالانتخابات. حتى الان يعني حلوا مشاكل كبيره للهلال، ديون ودفعوا اموال. يمكن رئيس الهلال الان مهتم بملف التسجيلات فعلا، رغم يعني الكلام اللي انا قلته كبير عن الجانب الفني وغياب الرؤيه بشكل واضح، لانه ما في لجنه فنيه معروفه جمهورية، لكن في النهايه نازل شغالين وباذلين مجهود كبير يعني. فعلا هم اشتغلوا، هم يعني نحن في فتره صعبه في الهلال، هم جو في فتره صعبه جدا ولقوا عثرات كثيره يعني من النظام اللي نسميه النظام البايد. والجميل في الهلال انه اختلاف التنظيمات دي بيخليك لحد اخر لحظه في المرحله القادمه انت ما تعرف الرئيس القادم منه. لكن نحن نتمنى انه الرئيس القادم يجي يعني يلبي طموحاتنا، نحن يكون الخندقاوي يكون هشام الصوبات، المهم يلبي لنا طموحاتنا يعني. نعم. ايا كان انت بتتكلم عن المستقبل، لكن في الغريب العاجل لابد من راس مالي، حتى لو بالعضويه الرشيده لو متفق معي حاتم، لابد من راس مالي، لانه عشان نتكلم عن اداره موارد، الى الان الهلال وكل الانديه السودانيه يمكن بعيده عن اداره نفسها يعني. طبعا اتفق معك تماما، هو الطلوع للسلم يتم درجه درجه يعني. اذا احنا قلنا من بكره طوالي نوقف الراسماليه ونجيب يعني لاعب هلالي سابق زي ما حصل في الاهلي القاهري، الحكايه دي صعبه شويه ولازم نتدرج فيها يعني. فالفتره القادمه القريبه زي ما انت قلت
لازم نقبل براس مالي، لكن راس مالي شويه يعني يعني في السابق يمكن كان الراسماليه يمكن طه البشير خريج جامعه الخرطوم منصور يعني عندهم امكانيات وتدرجوا زي لمين البريد تدرجوا في العمل لمين البريد تدرجوا في العمل الاداري وعندهم مسؤولين كده ما يكون راسمالي بس قريب بس من كده وداير ينظف وداير يلمع ويخش كده بعادي صعبه شويه. نعم والان هشام الصوات يعني خريج جامعه الخرطوم والرجل واضح انه يعني على قدر عالي جدا من الادب والكفاءه فترته المحدوده افتكر انه قدم نفسه بشكل ايجابي يعني. نعم قدر يقدم صراحه يعني وخدمته صراحه الظروف الناس مضغوطه والتغيير وكده فكونه يمشي الكاردينال يظهر يجي ده كان بيكون مقبول يعني هو جاء في وقت صعب يعني جاء في وقت صعب جدا ففعلا يعني الناس اشاري كان جالي كان حيتقبل الشعب الجالي كان مضايق يعني غرقان بس بقشه يعني لكن الحظ السيء انه الكاردينال يعني كان موجود يعني احنا كنا نتمنى انه يبعد تماما خلاص ما انت قلت يا اخي انا ما داري الهلال خلاص يعني لكن اعلامه موجود بقوه فاثر صراحه على بدايه الاستاذ هشام الصباط لكن هشام الصباط صراحه قدر يقدم نفسه بطريقه جميله جدا لشعب الهلال ولقى حب كبير جدا ولقى تأييد كبير جدا فده الراس المالي المقبول اللي هو على الاقل يحترم الناس يعني عنده اشياء اخرى يعني ما زول قروش بس كده جابه موعد جابه غير كده الحاجه المهمه انه بيحترم الجمهور يعني نعم. بيحترم الناس وبياخذ يده مع الناس يعني نعم صحيح فدي اهم نقطه اسمح لي اضيف الحته دي انه يعني إن احنا ما نكون مثاليين الكوره دائما بتدار بالمال اول حاجه قبل الكفاءات عشان كده كده بيقولوا عليكم مثاليين شويه كده نحن نحتاج المال اولا يعني حتى اذا لينا لقينا رجل اعمال يعني عنده مال ونفق لنا جاب لنا لاعب كويس اللاعب ده ما يقدم لنا كوره في الملعب اللاعب بيزيد لك في العضويه بيزيد لك في شباك الدخول الناس بتدخل يزيد لك في التسويق في الترويج حتى لناديك ممكن تستدعى شركات يعني تدعمك شركات ترعاك شركات الرعايه يعني هسه يعني بنشوفها بتتهافت على الفرق الاوروبيه لكن في السودان هنا يعني عشان انت تكون جاذب تجذب لك شركه طرعات محتاج انك تجيب لعيبه تجيب على قدر عالي من المستوى حتى تكون يعني بقيم كبيره تجيب مدربين تجيب اجهزه فنيه وده كله سنة احنا بنفتقه ونحتاج للمال يعني في النهايه نرجع انه الهلال اول حاجه يحتاج للمال بعد ما نضع حجر اساسنا ونقوي نفسنا بعد ذاك نشوف الكفاءات نعم في الوقت الراهن حاتم التقارب بين الكاردينال وهشام الصباط واضح يعني تفتكر انه اذا تم تقارب بين الرجلين يمتلك المال والرغبه والكاردينال يمتلك العضويه بيكفل الباب ما لا عضويه رشيده لا عضويه مستجلبه ولا 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 تنظيمات. والله انا صراحه اتمنى انه ما يكون في ما يكون التقارب ده حقيقي. انا صراحه فتره الكاردينال كانت فتره سيئه جدا جدا ويعني خلق عداوات كبيره جدا مع رجال الهلال ومع اهل الهلال ومع جمهور الهلال. فناس يعني تفاءلوا خير بسيد هشام الصباط فاتمنى انه يخليه يشق طريقه يعني وياخذ فرصته ويمشي شر اللي قدام يعني انت ما خد كاردينال جربته 6 سنة وحتى برغبتك يعني انت قلت يا اخي انا خلاص يعني لحد هنا كفايه فمن باب اولى انه تلتزم بكلمتك وانه هنا خلاص كفايه يعني فما اعرف انا مرات بحس بانه المصنوع التجارب ده مصنوع اعلاميا لخلق فجوه ما بين هشام الصباط وبين جمهور الهلال لانه بيعرفوا انه الكاردينال في الفتره الاخيره كان يعني جمهور احتصم في النادي بس يعني يمكن احنا انا ما عاوز اقول الهلالات بادب لانه انا منتمي ليها لكن احنا بنقدر نقول ذروه سنام الهلاليه هي اولترس فاذا كان اولترس قالت كلمتها في انه والله لا خلاص كاردينال ستوب يبقى خلاص يعني دي يمكن فتوى كامله يعني فانا بحس بانه التجارب مصنوع اعلاميا لخلق فجوه ما بين جمهور الهلال وما بين هشام الصباط اتمنى ان جمهور الهلال ينتبه للحاجه دي ويدعم السيد هشام الصباط وان شاء الله يستمر يعني ويحقق احلام جمهور الهلال ان شاء الله يستمر واحنا اتمنينا الحلقه تستمر لانه بالتاكيد موضوع العدد موضوع كبير بيحتاج لحلقات ونحن ان شاء الله حنكون ايجابيين جدا ما حنركز على المشاكل دارين الهلال النادي الكبير والمريخ ايضا وكل الأندية تدار بعضوية رشيدة عشان ما نجي كل مرة حلقة هنا نناقش أزمات ومشاكل ودارين جابتهم العضوية المستجلبة هم ما عندهم أي مقدرات دارين الباب ده يتقفل يعني لأنه إحنا ملينا من حكاية مناقشة مشاكل وأزمات دارين نناقش تحليل و
يعني كيف انديتنا تحقق بطولات خارجيه، خلاص المشاكل دي كفايه يعني. انا سعدت بيكم جدا في الحلقه دي دكتور، سعدت بيك، لكن في نص دقيقه يعني لو حابب تضيف اي اضافه. والله انا اول حاجه سعيد جدا من الليله التقي في هذا البرنامج يعني الناجح، وان شاء الله نلتقي في الايام الجايه كمان يعني نتحدث يعني في وقت يكون فيه الهلال يعني صار فعلا عالم جميل، ونتمنى ذلك ان شاء الله. شكرا جزيلا الدكتور الشيخ احمدان، كثر خيرك كثير، بارك الله فيك حالما اخيرا. شكرا استاذ يوسف، صراحه استمتعنا بالكلام معك. انا عاوز ارسل التحايا لجمهور الهلال عامه، وبالخص لاخواننا في جروب الهلال بادب اللي هم شغالين شغل كبير جدا، وصراحه البرنامج ده العضويه الحراسه المستنيره من حظنا اتكلمنا فيه وانا والدكتور الشيخ احمداني، لكن عشان ما ناخذ حق ناس، في ناس اشتغلوا في الشغل اكثر مننا وبدوا الموضوع ده واجتهدوا فيه كثير جدا، ليه ما التحيه وليه ما التقدير؟ احنا يمكن بس خدمتنا يعني ظروفنا تواجدنا هنا، وتحيه خاصه لاخواننا المغتربين اعضاء الهلال بادب والمغتربين طبعا يمكن معاكم يا تحياتي له في السعوديه عبدين ديرما تحياتنا له كلهم يعني صراحه حسام الجنيد وارباب اسماعيل وجمال الهلال وصراحه بهاء الدين السر، فما در يعني لهم تحيه كبيره جدا، هم هلالاب بادب الموجودين في السعوديه وفي الامارات وفي الاغتراب، دعموا المشروع دعم كبير جدا واجتهدوا فيه واجتهاد كبير جدا، لكن احنا خدمتنا الظروف انه بقينا موجودين، واحنا ان شاء الله حنتواصل معاهم وحنستضيفهم بالسكايب من الخارج ان شاء الله. تحياتنا لهم كلهم، لكل الهلالاب ولكل جمهور الهلال ولكل اهل الهلال، ان شاء الله حنواصل الملفات الهلاليه املا في تقديم ما يفيد لنادي الهلال ولكل الانديه. شكرا لكل من تابع هذه الحلقه، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل والى اللقاء.